مرحبا بكم أعزائي متعلمي ومتعلمات مجموعة مدارس دار العلم في درس جديد من سلسلة الدروس المبرمجة عن بعد. عنوان درسنا التطور في حياتنا، الملابس والسكن في مادة التاريخ. والهدف من هذا الدرس أن نصف تطور الملابس والسكن بين الماضي والحاضر ونفسره. أمهد لتعلمي. تشهد الملابس والسكن على التطور في حياتنا، فكيف كانت في الماضي وكيف أصبحت؟ وسنجيب على هذين السؤالين من خلال الأنشطة التالية. النشاط الأول: أصف تطور الملابس بين الماضي والحاضر وأفسر. سنبدأ بملاحظة الصورة الثالثة. لاحظوا معي لباس الرجل والمرأة. نعم، نلاحظ أن الرجل يلبس جلبابا والمرأة تلبس حايك، هذا يسمى الحايك، وذلك في سنة 1930. في الوثيقة الثانية في سنة 1960 هناك تغير طرأ على اللباس، حيث أصبحت المرأة ترتدي جلبابا وتضع لثاما على وجهها، وأصبح لباس الرجل يتكون من عدة أجزاء كما تلاحظون. أما بالنسبة للوثيقة الأولى في سنة 2018 أصبح أو يظهر لنا تغيرا ملحوظا في اللباس، يعني تغير من حيث الشكل، أصبح يتكون من أجزاء كما تلاحظون، سروالا قميصا على حد سواء لكل من المرأة والرجل. وسنقرأ هذا النص لنفسر هذا التطور. ومما يثير الانتباه التنوع الكبير للملابس المغربية مثل الجلباب والبرنس والحاي، غير أن هذا النوع من الملابس بدأ يختفي شيئا فشيئا، إذ أخذت الأجيال الشابة تعوض الملابس التقليدية بالهندام الأوروبي العصري. إذا من خلال هذا النص أبنائي ندرك أن اللباس المغربي متنوع ويختلف من منطقة إلى أخرى، لكل منطقة لباس يميزها، لكن أبرزها هو الجلباب، البرنس والحال. لكن نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة اختفاء بعض الملابس منها البرنس والحايك، إلا قليلا ما نجدها في بعض المناطق القروية. وكما جاء في النص يعني أصبح يعوضها الأجيال الشابة بهندام أوروبي كما رأينا في الوثيقة الأولى، وذلك راجع إلى انفتاحهم على الدول الأخرى، وكذا ييسر لهم ذلك اللباس سهولة الحركة. إذن فالملابس المغربية تتنوع أو تتميز بالتنوع من حيث الأشكال والألوان والأحجام وحسب المناطق، وهناك بعض الملابس بدأت تختفي في حياتنا مثل قلنا البرنس والحاك. وعرفت يعني تطور ملحوظ بين يعني من سنة لأخرى. والآن سننتقل إلى السكن. أصف السكن بالمغربي في الماضي والحاضر وأفسر التطور. لاحظوا معي في الوثيقة الأولى: منزل مغربي في المدينة العتيقة بأصالته وبتميزه وبفنه المعماري المتميز. وسننظر إلى تصميمه، وذلك بقراءة المفتاح، لا يمكننا أن نقرأ التصميم بدون مفتاح. إذن هذا الشكل هو الباب، يعني أبواب، نعم أبواب، عمود يعني أعمدة، ونافذة أي هذه نوافذ كما تلاحظون. إذن سننطلق من الفناء. لاحظوا معي فناء المنزل،
نعم واسع، وكل أبواب الحجرات تطل عليه، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للنوافذ، جميع النوافذ داخلية تطل على الفناء وتتوسطه نافورة تزينه وتجمله وتعطي للبيت المغربي رونقة خاصة. إذا كما قلنا أن البيت المغربي كما تلاحظون واسع، يتكون من غرف عديدة، من خزين، دار وضوء، وفناء واسع، وجميع قلنا تتوسطه نافورة، وجميع النوافذ تطل على الفناء. الوثيقة الثانية، سنقرأ النص لنفسر هذا. يتوسط الدور المغربية التقليدية فناء يتخذ شكل مربع أو مستطيل تحيط به الغرف التي لا تتوفر على نوافذ خارجية. ونظرا لانعدام الاتصال بين هذه الغرف، فإن الانتقال بينها يتم عبر هذا الفناء الداخلي الذي تتلقى من خلاله أشعات الشمس والهواء. كما قلنا أن الفناء واسع يتوسط المنزل، وهو يعني مفتوح من الأعلى، يتلقى من خلاله المنزل أشعة الشمس والهواء. الآن سننتقل إلى بيت مغربي عصري، ونبدأ من الفناء. لاحظوا معي فناء هذا المنزل ونقارنه بفناء المنزل التقليدي. نعم ضيق جدا بالمقارنة مع فناء المنزل التقليدي، كذلك تطل عليه أبواب الحجرات، لكنها كذلك قليلة، عددها قليل مقارنة بحجرات المنزل التقليدي. أما بالنسبة للنوافذ فهي، لاحظوا معي، تطل على الخارج، تطل على الخارج عكس نوافذ المنزل التقليدي، ويتلقى المنزل التهوية وأشعة الشمس منها، وذلك لأن فناء المنزل العصري مغلق وغير مفتوح من الأعلى. إذا فالسكن التقليدي يختلف عن العصري من حيث المساحة، فمساحة المنزل التقليدي واسع جدا وغرفه كثيرة وبناؤه واسع ونوافذه كلها تطل على الداخل، بينما البيت العصري غرفه قليلة، فناؤه ضيق، نوافذه تطل على الخارج. إذا كاستنتاج لما رأيناه في النشاط الأول والثاني، في الماضي كان الرجل يرتدي الجلباب والسلهام والنساء الحي، أما في وقتنا الراهن أصبح الرجال والنساء يرتدون السروال الطويل والقميص على حد سواء. وأسباب هذا التحول هو تزايد احتكاك الناس بالأوروبيين، ويتيح اللباس سهولة الحركة، كما شهدت حياتنا تحولات ملحوظة بين الماضي والحاضر في مجال السكن. السكن التقليدي به غرف كثيرة واسعة، نوافذ داخلية تطل على الفناء، خزين إلى ذلك. أما المنزل أو المسكن العصري، غرفه قليلة وضيقة، نوافذه خارجية، فيه مطبخ، حمام إلى آخره. وشكرا، إلى درس آخر إن شاء الله.